حديث جابر يناد ذيك النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، يعاود الحديث وايض الى قنوال خطر الانسان ما يتسوى الباطل في خدمه ويزرى الباطل فافيس اذ يندم يوم القيامه اذ يندم خمسه راه يندم خطر ولكن يتسوى ظلما يزمر ذي خدمك اذ يرفدوا راون يا ربي سبحانه اسينا ربي الفلاني ظلمي اشكوك الى الله ايوا عرايون ما يشتكي يا ربي سبحانه جماعه الخير حذاري من يسيوني وايض وكيل غاش ربي شتيخك يا ربي ماشي شويط ماشي شويط حكا وانت ما شاوت الرجل اني الزعيم يظلمي عالم من العلماء عارف من العارفين بالله ايناس يرمس لاي ولا شو سينا ايناس اشكوك الى الله كفاوا اولا كي يوضى الزعيم اني يض كامور اتصالا يتنقلب في كوسو يتنقلب في كوسو المي الصبح يشقعاس المرسول ايناس اسحب شكواك يا عمر اسمي عمر لا فيكتيم اسمي عمر اسحب شكواك يا عمر ايناس زميرات الصا ايناس تسقوال شكوتك الى عادل برق الروح ماث ولاظ وظلم ضرا تسقوال ذرا اي غير تقوى ظل ما ظلمض استعرف اتسنفر ذي الدنيا ماشي ذي الاخر ماشي ذي العيف مي غضيون قرني في قبايليف ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر الحديث قال هنا غير ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر هذا مكان اللي ما كل بني ادم خطا وخير الخطائين تواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي شرحنا قبل حين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتقوا الظلم اي غار انك الشاعر انك لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم إن ياك تظلمض وينك الظلمض غصت صنتوال نكشيني نتيجتكين يا ربي وربي سبحانه وريغفل فيوان يعلم السر وأخفى إن اتقوا الله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة من بعد واتقوا الشح البخل البخل فإنه أهلك من كان قبلكم الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم ذي الشريعة إلا البخل الشح هذا رمز الشح وكي رمز التبذير والإسراف المطلوب هو الوسط الوسط ثلمست ثلمست أماكن قرن ثقرنيث تساكيث قرنيث ثلمست ثقيم ذي الخالي تساكيث الوسطية إدنا ربي القرآن في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا الشح والبخل تجي من أسباب هلاك الأمم. أماكن ذا الطرف من أسباب هلاك الأمم. أماكن الظلم من أسباب هلاك الأمم. عمر بن عبد العزيز الشقاسي والوالي ثفرات إلى سفكي ديذري من باش نخدم الحيوض هذا لا كلوتور حصن المدينين مدينة الحكم إلى سي لقاد بروتيجي ثم ثنتينو سوا شو سلا حيوض سو باربان راه شو يخدم ديال الوقت مني إلى صفرات اس ام اس عمر بن عبد العزيز إلى يا فلان بلغني خطابك إلى حصن مدينتك بالعدل بالعدل ماشي سلا حيوض سلا جوستيس والسلام اخكني قريب ابن خلدون فان الظلم مؤذن بخراب العمران ميل الباطل ماشي ذي الحيوض راهي بروتيجين نغذي النظام ذي العدل هو الحصن الحصين.